في الشوط الاول بالرغم من ان كنا واحد السيطره ميدانيه وتخلقوا فرص تسجيل ولكن ما ترجمش الاهداف، وكيبقى الاستمرار في نفس المنهجيه ديال العمل. واظن بانه هذا الشيء احتينا عليه اللاعبين مع بعض التعليمات اللي تقالت باش يعني نستمروا ونرفعوا الايقاع، لانه اكيد بانه مرنا تمريرات درنا يعني دي كومبينيزون، خصوصا وانه اول شيء ما نستقبلوش هدف، وهذا دروس اللي خديناها من المباريات السابقه، وهذا داخل في المنظومه الدفاعيه، وشفتوا بانه المنظومه الدفاعيه اصبحت قويه. ولكن الشيء اللي يعرفوه كل المتتبعين بانه المنظومه الدفاعيه يمكن في واحد الوقت اللي وانا اشتغلت دابا غير شهر ونصف كيقدر يعني توقفها بواحد الشكل جيد، ولكن كيبقى المنظومه الدفاعيه الهجوميه كيطلب وقت باش يمكن لك تخلق هذوك لي كومبينيزون، تخلق الاوتوماتيزمات. واليوم تبينت بانه وصلنا للثلث الاخير عده مرات ونورنا من اليمين ومن اليسار وبعناصر اظن اللي غير في الامس القريب كانوا عناصر نقول لك ما كانتش كتلعب اساسيه. الا تكلمنا على الهبطي مع الرجوع ديالي كان في ليكيب اسبوار ورجع، وحتى اخر معلومه اللي كانت خديت بانه ما دارش تتهيئ معاهم في اكادير، يعني حتى من الناحيه البدنيه كان خصو وقت باش يدخل يعني بواحد النسق تصاعدي اون كريشيندو يدخل في الفريق ويكون اساسي. اليوم درنا فيه الثقه والحمد لله من الاول وبرهن على هذا لو طون جو بور جوي ان ماتش دو نيفو، وحنا الرجاء مفروض علينا باش نعليو الايقاع خص تكون عندك اون باز ولا باز فيزيك اللي تري امبورطون. اي كوم جي دي باستشاره مع المعد البدني، لاعب اللي ما دارش لا بريباراسيون فيزيك هذه الاولى، ولاعب اللي كان يعني نقولها مغضوب عليهم من طرف المدرب السابق، يعني كان في ليكيب سبور كيترين راه تجي تعطل على ليكيب بريمير شحال هذه باش جيت انا الفريق الرجاء بالضبط. ايه وانا كنزيد ناكد اللي ما كيعرفهاش دابا، واكيد بانه كما قلت قبيله واظن بانه راه جاوبت في التحليل ديالي الاولي بانه اللاعب ما يمكنلكش تقحمو هو مازال ما واجدش 100% وخصوصا من الجانب البدني، وباش يمكن يكون وراك لاحظتي في الاخير راه وقعت لي كرومب ولا لا، وخصوصا وعندنا مباراه كذلك يوم الخميس ان شاء الله ضد فريق الفتح الرباطي. انتم شفتوا راه كنا اليوم يمكن اربعه لاعبين او هذا اللي كانوا منهم حداد حميد اللي عنده ثلاث او اربعه ديال المهم كان ماشي هل كاين لاعب العرجون اللي مازال ما رجعش من الاصابه ديالو، كاين اللاعب الياس الحداد اللي لعب اخر مباراه، وكاين اللاعب زريده اللي كذلك وكان مرهق علاش مرهق؟ لانه لعب عده مباريات وبدا كيحس بشي تجنج عضلي، وحنا ما بغيناش نغبروا به باش ما يوليش عنده اصابه كوم سا اون بو لاندور ان ديشيرور موسكولار. واظن كان كونفوكي ولكن شفت بانه المباريات قريبه فيما بيناتها، هيا نلعبوا الخميس ويمكن نلعبوا حتى ثاني عيد الماتش ديال جديده هنا ثاني عيد رحنا لاعبين، فهذا شيء بان خصنا نعرف ندير كي الدوران كيفاش ندبر يعني ليفيكتيف ونربحوا مباريات ولكن نربحوا لاعبين ما نضيعوهمش، مش ملي ترجع التركيبه كلها اكيد بان غتزاد اضافه بالنسبه للفريق ديالنا ان شاء الله. المورال ديال اللاعبين يمكن بعد الانتصار اكيد بانه كما قلت لك بانه الى 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 بيان مزيان حاليا، واكيد بانه المراره ديال الاقصاء كلنا جربنا بها، وماشي غير حنا حتى انتم معنا، لان حتى انتم راكم معنا راكم قلبا معنا وتنشكركم. ولكن كما قلت لهم احنا وانا قلتها في بيستير ديك الخطره، ولكن خصنا ناكدوها باش ننتصروا باش الجمهور ديالنا، ولكن كاين بان الجمهور راه حاجه يمكن في الدنيا اللي معروفه من عند الله سبحانه، راه الموت كتجي كنفقدوا اعز الناس لينا بوينا ولا اي واحد من العائله كنفقدوه، ولكن كتجي النسيان، ولكن ما نقولش انا غننساو غتبقى فينا، ولكن غنهيئوا فريق ان شاء الله كما قلت لك باش ملي نوليو كنحققوا انتصارات كنحققوا اهداف اكيد بان كل المكونات غادي تلتحم. وحنا راه طلبت انا العذر ديك الخطره في المتوسط، ولكن دابا خصنا نفكروا الامام المستقبل، ما بقاوش نفكروا في الماضي. الرساله كتبقى دائما بالنسبه ليا تنعرفوا بان الجمهور الغيره ديالو الحب ديالو الفريق ما كتجبدش دابا داك الشيء، وحنا كنتقبلوا لانه هو تاج فوق راسنا كنعتنيو به، وهذا ماشي غنقولها يعني بالنسبه ليا غير باش رماد على العيون، بالعكس لان كنعرفوا القيمه ديالو وكنعرفوا كيحب حب غيره، فلا دار حب غيره، ولكن الدليل بان اليوم حضر وهذاك هذاك 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 الشيء اللي دار به تشجيع باي طريقه كيف ما كانت، حنا خديناها ايجابيا ما خديناهاش سلبيا، بالعكس خديناها ايجابيا وهدينا ليه هذا الانتصار اليوم، ومازال ان شاء الله نديروا الانتصارات.
الهزيمة كانت أكثر مرارة لأنها كانت في عقر الدار أمام فريق منافس اللي هو اتحاد طنجة بسيناريو هيتشكوكي، يعني كنا متأخرين بهدفين في 8 دقائق اللي كان واحد الشروط ذهني. أظن بأنه اليوم اللاعبين بينوا بأنهم استعدوا التركيز والهدوء المعتادين. كذلك احنا كنا تنعرفوا بأن ما نقدروش نجاري والرجاء في أسلوب اللاعب ديالها، في الطراوة ديالها، في المهارات الفردية ديال اللاعبين، خاصة في جبهة يعني في لو سيكتور اوفنسيف لا ميليو تيران على لي زاتاكون. ضمن أنه كنا منتظرين على ذاك الشيء، درنا كتلة قربناها للحارس المرمى، درنا أن بلوك با ودبرنا المقابلة بكل ذكاء خاصة في الشوط الأول، واعتمدنا على المرتدات. يعني هذا هو المنطق، يعني كنا واقعيين، لا أظن أنه ما خلينا لهمش مساحات. الحل اللي يبقى عندهم هو المرور على الأطراف. باش نكمل بعد الملاحظة ديال، كنا جيدين دفاعيا واعتمدنا على المرتدات، لكن هذا أصلا ماشي أسلوب اللاعب ديالنا، احنا تنبنيو انطلاقا من الحارس المرمى. لكن الراجة هذه ما تقدرش تلقاش منين تبني من فاتح المرمى، تتعطي حرية أكبر للأظهرة، كذلك تتقلب المثلث ديال الميليو ديال وسط الميدان، وهذو مساحات كبيره ومجازفه. يعني في حاله ارتضاء استرجاع الكره من عند الرجاء، يعني في كل خطو يعني سسبي كاش. اذا كان عندنا تخوف كبير، وحنا ما تنساش جايين بهزيمه، اكيد بان نكون منظمين دفاعيا. كذلك في الشوط الثاني كملنا على نفس المنوال، اكيد حاولنا نطلعوا البلوك واحد 15 متر لاحظتوها، ولينا لاعبين بان بلوك ميديو، لكن وقع ما وقع، ما وقع داك الشيء اللي ما كانش خصو يوقع، اللي وعشناه هذه واحد 72 ساعه على داك الشيء اثر. ضروري انه اللاعب من ارتكب الخطا، حنا ما تنلوموش، هادشي واقع يعني عادي، لانه تيلعب في قلب الدفاع، بان الخطا يعني سسبي كاش. ضروري انه ما نلوموش، اللاعبين داروا المجهودات ديالهم. الخساره امام فريق الرجاء تتبقى، يعني سيون جو الى لعبنا 10 المقابلات مع الرجاء قد يربحونا 9 المرات، ونقدروا نفاجئوهم في مره. الى ان افشي سرا بان كباقي الانديه والمولوديه كذلك تعاني، ما كاينش السيوله الماديه الكافيه لا لتسديد الرواتب لا المنح التوقيع. كاين بانه كاين من بين الاسباب اللي جعلت اللاعبين ما يكونوش مركزين خاصه في المقابله الاخيره، هو الحديث اليومي والمستمر والوعود اليوميه بان غادي يكون صرف بعض المستحقات وما تيكونش. اكيد حنا تنحاولوا بالخطاب ديالنا يبقاو مركزين على التدريب على الاشتغال، وبان العقود هي اللي تتحمي الحقوق ديالهم. لكن راك عارف يعني سي با ايفيدون، اللاعبين عندك لاعبين اكثر من 30 لاعب، كل واحد بروفايلات عقليات مختلفه، ظروف اجتماعيه مختلفه، كذلك المسار ديالو، كاين اللي اون فان دو كارير، كاين اللي اون فان دو كونطرا، مجموعه من الاكراهات. باش نكون باختصار، الاكراه المادي يعني حاضر زعما في هاد تراجع المستوى، وخاصة على المستوى الذهني. لكن كذلك عندنا إكراهات أخرى، بما أننا تنهضر على المشاكل نبقى في المشاكل. عندنا مشكل ديال الملعب، عندنا مشكل الملعب الملحق ديال الملعب الشرفي دوجدة، تندربوا فيه مرتين حتى لثلاث مرات في الأسبوع وباقي أيام الأسبوع، تنتظروا مساعدات مع عند الأندية الهوات، يعني نوبخيت لو تيران سانتيتيك اللي بجودة جد متوسطة. الرجاء من تيكون جريح تتكون انتفاضه قويه، وزعما وطومبي بوغ الفريق اللي كان امامه، زعما تيحصد الاخضر واليابس. باسكو انا عارف كيس كيس باس في البيت الرجاوي، متشبع بالفكر ديالهم. ظن بانه اكيد بانه تي هضرت مع اللاعبين قلت لهم زعما من سوء حظنا غادي زعما كنا تنحبدوا نلعبوا مع الرجاء وهو في نصف النهائي، لكن كرة القدم هذه. وهنيئا لفريق الرجاء، هنيئا لجميع مكونات الرجاء، وحد أوفر للمولودية الوجدية في باقي الدورات.